السلام عليكم. بنتكلم اليوم عن سيارة أنا من زمان كنت بصورها لكم، لكن للأسف ما صار شانس إن أصورها. وطبعا هاي السيارة سيارتي وأنا شريتها، هي من نوع تويوتا MR2 سبايدر. طبعا يسمونها في اليابان تويوتا MRS، وفي بريطانيا يسمونها MR2 ريدستر. هي الجيل الثالث من سيارات تويوتا MR2. طبعا ثلاثتهم محركاتهم في الخلف، لكن في الجيل الثالث بالذات تويوتا تفادت الأخطاء اللي موجودة في الجيل الأول وفي الجيل الثاني. السيارة لأني أحب السيارات اللي وزنهم خفيف، يعني السيارات اللي وزنهم خفيف يعطونك شعور حلو أثناء القيادة، تحس إن هي سريعة لكن طبعاً مش سريعة فعلياً، وهالشيء اللي يميز السيارات الخفيفة. وغير كذي السكان المقود، لما تمسك المقود أثناء القيادة يعطيك شعور إنه هو دايركت وسريع، استجابته سريعة، وذي الشيء اللي يميز السيارات الخفيفة. طبعاً أنا اخترت الجيل الثالث، مع أن الجيل الثاني معروف أنه أحلاهم في الشكل، بس اخترت الجيل الثالث لأنه هو أخف واحد في الوزن، ونفس ما قلنا له تويوتا عدلت الأخطاء السابقة، والمحرك اللي فيه هو أكثر محرك عملي، اللي هو محرك 1.8 موجود في التويوتا كورولا. أما بالنسبة لتسارع السيارة، طبعاً السيارة تتسارع، السيارة تتسارع من 0 ل 100 تقريبا في 6.5 ثانية، ويعتبر شيء جدا جيد حق سيارة بهالمحرك وفيها تقريبا 140 حصان فقط. السيارة طبعا بعد ريلايبل نفس ما تعرفون، يعني تويوتا ريلايبل وعملية ومشاكلها قليلة، وذي الشيء بعد اللي خلاني اختارها. اكبر منافس للسيارة المازدا مياتا MX-5، LA والNB. طبعا مريت بتجربة مع المياتا، ولو بقارنها بالمياتا، المياتا تعطيك شعور في السياقة أحلى من MR2 سبايدر. الفيلينج اللي تعطيك إياه أثناء السياقة أحسن، لكن MR2 سبايدر سيارة نفس ما نقول عملية أكثر، أكبر من الداخل ومريحة أكثر حق اللي بيسوقها يوميا. ولأن محركها في الخلف حق الاستخدام الرياضي طبعا راح تكون أحسن. تو سبايدر الجيل الثالث نزلت تويوتا وتفادت فيه الأخطاء اللي سوتها في الجيل الأول والثاني. طبعا هم كلهم مكاينهم في الخلف، لكن اللي يميز الجيل الثالث أنه هو وزنه أخف من الباقي، وغير كذي ان لما سوت تويوتا السيارة استعانت بمساعدة من شركة لوتس في ذاك الوقت في نهاية التسعينات. طبعا لليوم تويوتا هي اللي تمد لوتس بالمحركات، لو نلاحظ اللوتس إليس والإكسيج وحتى الإيفورا محركاتهم كلها من تويوتا. فقامت تويوتا وقالت حق لوتس أبيكم تساعدونا أن نصمم سيارة تكون خفيفة ورخيصة ومحركها في الخلف. فقامت لوتس وساعدت تويوتا في أنها تصمم هالسيارة اللي هي MR2 سبايدر الجيل الثالث تحديداً.